يلا يا الله ورجيني شو صورتك يا الله. يلا هاني بتحداك، هاني بتحداك لانك موجود بتحداك، بس انت جبان يا الله، اجبل منك تواجه خرف يوسف. تخيلوا معي ان هذا الشخص هذا تحدى الله عز وجل بالعظمه ديالو وبدك يقطع القران في اللايف، ولكن جا الرد من عند الله سبحانه وتعالى، واحد الرد اللي قاسي بزاف. خوت بغيتكم تبارطاجيو هذا الفيديو الماكسيموم باش يوصل للسلطات، ولا ما طول عليكم الفيديو شوفوا شنو داير. بتحدى الله، انا الان اعلن تحدي الله تبع الاسلام. انا معاي الان بدي الان تقريبا قديش صرنا نبث، صرنا 55 دقيقة، معي 5 دقائق بس بدي انهي البث بعد 5 دقائق. 5 دقائق بدي امسك القرآن مرة ثانية واحطه في الزبالة. يا الله الله، انت هون سامعني؟ ولا معاه خبر الله. هاي القرآن مرة ثانية. ايوه. وعلى الخمس دقائق بدي امسك القرآن واحطه، إذا أنت الله موجود امنعني. اتحدى الله لانه الله موجود هسه. اذا الله موجود اتحدى يقدر بس يمنعني. دابا خونا هذاك يتحدى الله سبحانه وتعالى وكيقول انه غير قادر باش يمنعه، ولكن الخوت داكشي اللي جا في الاخر الفيديو انا متاكد غادي يصدمكم، دونك تفرجوا الفيديو حتى الاخر. هذا سكران وملحد الله يلعنه. تخيل عاد واحد ملحد وسكران بتحدى الله تبعك. شايف؟ شايفه؟ ها؟ يلا ها بدي امسك امزع ها وها. الله يلا انت موجود، يلا امنعني امنعني، هاني بوزع قرانك وهيني قاعد بنجز. ها ها وها هاي القران. ها اذا الله موجود، اذا عنده، اذا قد حاله يورجيني وجهه. هذا القذر، هذا المريض النفسي. الله تبارك. ابو تركي ايش من السعوديه انت؟ وهي في الزبالة عشان ما تقولوش لا ماسك هذا انجيل مش قرآن ولا شيء. هاي القرآن شايفينه، هاي اقرأ آيات من القرآن ولا مش آيات من القرآن؟ هاي شايفينها؟ شايفينها؟ ها ها هاي هاي. يلا يا الله ورجيني شو صورتك يا الله. يلا هاني بتحداك، هاني بتحداك لأنك موجود بتحداك، بس أنت جبان يا الله، أجبن منك تواجه خرف يوسف، أجبن وأحقر منك تواجه خرف يوسف. هاي الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يمهل. من بعد ما تنشر هذا الفيديو هذا في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، تخيلوا معايا من بعد بنهار كيخرج بواحد الفيديو واحد اخر وهو مريض وشد فمه بشده الالم. غادي نوريكم الفيديو باش تفهموا اكثر، وخاصكم تبارطاجوا الفيديو لماكسيموم. هذا غير انذار من عند الله سبحانه وتعالى باش يبين ليه بانه موجود وكاين. خوت بغيتكم كاملين تصيفطوا الكومنتيرات وتكتبوا حسبي الله ونعم الوكيل وتبارطاجيو الفيديو الماكسيموم الخوت، حيت هادشي راه بزاف، راه لا يمكن. وهادشي اللي كان في الفيديو ديالنا، تهلاو.